percentage. 50% دي عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن 50 over 100، يبقى دي 50 over 100. تمام، طالما دي 50 over 100 هبدأ أعمل لها simplify. طبعا الزيرو هيروح مع الزيرو كأنها بالظبط 5 over 10، هتعمل لها simplify يعني هتطلع 1 over 2. وتعالى كده هنا يا أبي ابدأ اعمل البلس عادي، يبقى أقول لك 3 over 4 plus 1 over 2. هل ده كده يا أبي أقدر أعمل له بلس وهما ديفرنت دينامونيتور؟ افتح المايك عندك. هل نقدر نعمل لهم بلس وهم ديفرنت دينامونيتور كده؟ لا لا، يبقى اول حاجه لازم اخليهم ذا سيم دينامونيتور. هبدا بص، الفور تقدر تعمل لها ديفايدد للتو؟ ايوه مش ايوه، يبقى اخلي الاثنين فور، ادي دي فور ودي فور. حلو، هنا الدينامونيتور ما تغيرش، نزل النامونيتور زي ما هو. هنا ادي 2 بقت 4 يعني عمل لها ملتبلاي 2. تو هنا يبقى ال 1 ملتبلاي 2 هتبقى ايكوال 2. يبقى تعالى كده نعمل البلس، دي هتكون 5 اوفر 2، يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ 5 اوفر 4. فهمت يا شباب؟ طيب تمام. تمام، يبقى انا لو انت عندك برسنتج حولها لفراكشنز وبعد كده ابدا اعمل الماينس بتاعك عادي. طيب تعالوا برضو، خدنا ايه كمان يا شباب؟ خدنا ان انا عندي ادي كده في حالة البلس. طيب خدنا كمان ان انا عندي لما يجي يقول لي subtract from ببدا باللي بعد from الاول، يقول 6 over 5 minus 1 over 5، ودي طبعا انتوا كلكم ما شاء الله حالتوها صح. اوكي، لما يجي لي سؤال زي كده قال لي subtract 1 over 7 from 0، احنا اتفقنا ببدأ بإيه؟ باللي بعد الزيرو الأول، يبقى كأني بقول 0 minus هنا 1 over 7. طب 0 minus 1 over 7 اللي هي تطلع معاك negative 1 over 7. حلو قوي. طيب هنا لما يكون عندي numbers هنا minus، ايه اللي minus half يديك negative 1؟ اه ده انا عندي هنا نيجاتيف 1، يعني المفروض يكون النمبرز اللي موجود هنا لاما 3 اوفر 2 او يكون نمبرز تاني عشان اجي اعمل له ماينس لل 1 تبقى 2 اوفر 2 هيطلع معاك 1. طب هنا النمبرز هاخد انهي؟ هاخد نيجاتيف 1 اوفر 2. عرفتها منين؟ والله انا عندي 2 نمبرز نيجاتيف فهيطلع معايا نيجاتيف 2 اوفر 2 اللي هي هتديك ايكوال نيجاتيف 1. ماشي كده؟ طيب حاجة كمان بقى يا شباب، خدنا حاجة اسمها ال additive inverse. additive inverse معناها ايه؟ معناها ال number plus ال inverse بتاعه. يعني ايه ال number plus ال inverse؟ ال inverse هو نفس ال number ب different sign. يعني لو انا عندي 5 ال inverse بتاعها يا أبي تبقى negative 5. طب لو عندي negative 3 ال inverse بتاعها هيكون 3، مش كده؟ يبقى لما يجي يقول لي ال additive inverse ببدأ اخد ال number هو ب different sign. طيب تعالوا نبص كده يا شباب في number 9. الأول number 8 بيقول لي لو أنا مسكت ال number plus ال inverse بتاعه لازم يطلع معايا 0. يعني لو أنا عندي كده قلت negative 5 plus 5 لازم يطلع معاكم كام يا شباب؟ لازم يطلع معاكم negative، لازم يطلع معاكم 0. يبقى اي نمبر يا ابي بلس الانفرس بتاعه بيطلع معايا بالزيرو. يبقى هنا ال a بلس 6 اوفر 7 ايكوال 0. اه يبقى امتى يكون ايكوال 0؟ لو نمبر بلس الانفرس. طب دي 6 اوفر 7 الانفرس بتاعها هيكون نيجاتيف 6 اوفر 7. ماشي. طيب تعالوا نبص المساله دي يا شباب، هنا بيقول لي ان البراكت ده يعتبر الاديتيف انفرس لل 3 اوفر 4. طيب طالما هنا ال additive inverse ال 3 over 4، تعالى كده خد لي ال 3 over 4. لما اجي اسالك يا ابي يقول لك 3 over 4 ال inverse بتاعها هيكون equal كام؟ يا ابي ال inverse of 3 over 4، افتح المايك عندك. كامل
ال inverse of 3 over 4. ال inverse هي عبارة عن نفس ال number ب different sign. دي 3 over 4، يبقى ال inverse بتاعها هيكون equal كام يا أبي؟ four over three. لا، هي نفس النمبر بديفرنت ساين، دي بالبوزيتيف خليها بالنيجاتيف، يبقى نيجي نيجاتيف 3 اوفر 4. تمام. ماشي، يبقى خلي بالك كده الانفيرس نفس النمبر بديفرنت ساين، لو كان بوزيتيف خليه نيجاتيف، لو كان نيجاتيف خليه بوزيتيف. اتفهم الحتة دي؟ ماشي. طيب تعال نبص بقى، هو قال لك ان البراكت ده كله الفاليو بتاعته لازم تطلع معايا نيجاتيف 3 اوفر 4. اي نمبر من دول هيطلع لك، هعمل له بلس للكوارتر يطلع معاك نيجاتيف 3 اوفر 4. والله انا عندي هنا لو انا خدت نيجاتيف 3 اوفر 4 هتطلع معايا هنا نيجاتيف وبوزيتيف و3 ماينس ال1، يعني هتطلع معايا نيجاتيف 2 اوفر 4، مش هيطلع معايا 3 اوفر 4، يبقى مش هينفع اختار ده. هاخد هنا نيجاتيف 1 اوفر 4، ده هنا دي بالبوزيتيف ودي بالنيجاتيف، يعني نمبر بلس الانفيرس يعني هيكون ايكوال 0، فمش هينفع معايا. هاجي اخد هنا النمبر نيجاتيف 1، والله النيجاتيف 1 ده ممكن احوله لشكل فراكشن، اللي هو عباره عن، ممكن اقول ده عباره عن نيجاتيف 4 اوفر 4. طيب اجي ابص كده، نيجاتيف 4 اوفر 4 ماينس الكوارتر اللي هي تطلع معاك 3 اوفر نيجاتيف 3 اوفر 4، ده الاديتيف انفيرس، يبقى ساعتها الاجابه بتاعتي هتكون نيجاتيف 1. اتفهمت كده؟ تمام. حلو قوي، يبقى ادي الجزئيه اللي موجوده عندي. يبقى انا عندي بقول ايه، ببدا اشوف الانفيرس نفس النمبر بديفرنت ساين، وابدا اشوف ايه هو النمبر اللي موجود عندي واجيب الانفيرس بتاعه، لو كان فراكشن وكان برسنتج حول البرسنتج لفراكشن واعمل البلس والماينس. بس قبل ما تعمل بلس او قبل ما تعمل ماينس لازم تتاكد لي ان هما لايك دينامونيت. اوكي تمام، ايه اللي كان واقف معاكي يا بتول في الجزئيه دي؟ يا بتول افتح المايك. ما فيش حاجة، بس هو كله الحمد لله تمام. تمام ماشي، حلو قوي. تمام، حد كده يا شباب ليه اي سؤال في الجزئية دي تاني او حابين نعيدها تاني؟ تمام ماشي. طيب تعالوا كده برضو نبدأ نفهم الجزئية هنا. اي حاجة باور اوف زيرو لازم يطلع معايا بوان، اي حاجة باور اوف زيرو لازم تطلع معايا بوان. تمام. طيب وبيقول لي كمان زي ما انا قلت اديتيف انفيرس، يعني نفس النمبر بغير الساين بتاعته. ماشي وباي كده، بقى في حاجة مشكلة في الدرس ده ولا عايز نعيده تاني؟ لا أنس، تمام ماشي، جرب بقى تحل الاكسرسايز تاني او الاجزاء اللي وقفت معاك وربنا ييسر. اوكي تمام. طيب النهارده عندنا ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هناخد الفيرست ليسون اللي موجود عندنا في الجيومتري، زي ما احنا اتفقنا هنبدأ في الجيومتري المرة دي ان شاء الله. اوكي طيب، الجيومتري السنة دي سهلة جدا، بس اهم حاجة يا شباب ان انت تبدأ تكون مركز ونمشي معاها واحدة واحدة، طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا ما نركنش الهوم وورك بتاعك. اوكي خلينا نبدأ كده يا شباب، نفتح الباوربوينت بتاعنا بس وبعد كده نبدأ على طول بإذن الله. اوكي طيب ماشي، اوكي يلا شباب نبدأ. عندي هنا بيقول لي ايه، والله بيقول لي الليسون او الفيرست ليسون اللي موجود عندنا يا شباب في الجيومتري بيتكلم عن ايه. هنتكلم عن حاجة اسمها relations between two between angles، the relations between angles. طيب خلينا نفتكر مع بعض كده شوية definitions بسيطة نبقى فاكرينها، احنا خدناها قبل كده بس نبقى عارفينها. عندي حاجة اسمها line segment، اتفقنا يا شباب line segments دي عبارة عن ايه؟
والله انا عندي اللاين سيجمنت بتاعتك دي عبارة عن اللاين اللي موجود عندنا، مش ناخد حاجة حاجة. هنا اللاين سيجمنت عبارة عن ايه؟ عبارة عن set of point، set of point consisted of two distance point and all point between them when join them by a rules. طيب يبقى معنى كده ايه؟ او باختصار شوية خلينا نقول او نختصر ال expressions ده في حاجة بسيطة. بيقول لي والله انت لو انت عندك line segment اسمها A B، لو انا عندي line زي كده ببقى عارف ال started point وال ended point بتاعته، في عندي started point و end point، ساعتها بقول عليها line segment. يبقى ال line segment عبارة عن هنا straight line أو عبارة عن line، بيكون we know أو we determined، نقدر نعمل determined لل started point وال end point، ببقى عارف هي أولها فين وآخرها فين. حلو أوي. طيب خدنا كمان يا شباب إن أنا عندي ال straight line. ال straight line عبارة عن إيه؟ عبارة عن line is a line segment extended from the post directions infinitely. يعني انا عندي straight line ما ببقاش عارف فين ال started point وفين ال ended point بتاعته. اوكي، يبقى ده بتكلم على ال straight line اللي موجود عندنا. طيب يبقى انا عندي بقول ال line segment عبارة عن straight، عبارة عن line between ال A وال B. اوكي، ببقى عارف ال started point وال end point بتاعتها. ال straight line عبارة عن هنا line ما ببقاش عارف ال started point بتاعتها او ال ended point بتاعتها. تمام. اخر حاجة يا شباب عندي اللي هو الري. الري دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن line segment برضو extended from only only its terms without limit. يعني ببقى عارف ال started point بتاعتها ما ببقاش عارف ال end point بتاعتها. طيب بكمان يا شباب خلينا ناخد ان انا ازاي ببدأ اكتب ال expressions بتاعت ال line segment. اوكي، كل ده هو مش هيجي في الامتحان بس احنا لازم نكون عارفينه. طبعا ال line segment ال A B بكتبها ال expressions بتاعتها، ببدأ احط small line كده اللي هي ال line segment. طب لو انا عندي دي ال A B، لو انا عايز اكتبها هبدأ اقول هنا يا شباب كده ال A B، وببدأ احط علامة هنا ال line ال straight line. هنا ال ray لو انا هسميه برضو ال A B، خلاص انا بدأت من ال A، هنا P لازم أبدأ من الليترز اللي هو ال started point، يبقى هنا ده هبدأ وأحط علامة array. أوكي، يبقى دي ال 3 definitions يا شباب اللي احنا درسناهم قبل كده، ال line segment straight line و array. حلوة أوي. طيب إيه اللي مهم بقى عندي السنة دي، وإيه الحاجة اللي أنا هبدأ أخدها جديدة؟ الحاجة اللي أنا عندي يا شباب هي مش جديدة بس هنزود عليها. عندي ده الديفينيشنز اللي انا مطالب اللي انا اكون عارفه واحفظه، لان هو بيجي ساعات في الامتحان. يجي يقول لي ايه؟ يقول لي انت عندك حاجه اسمها angles. الانجلز دي عباره عن ايه؟ والله بيقول لي الانجلز is union of two rays with the same straight point. يبقى انا عندي two ray ليهم نفس البوينت same straight point، and this point is called the vertex of the angles and the two rays are called the two sides of the angle. يعني ايه الكلام ده؟ والله الكلام دوت بيقول لي لو انت عند حضرتك رسمة زي كده. اوكي، ببدأ اقول ايه يا شباب؟ والله ببدأ اقول ان انا عندي two ray، الانجلز دي عبارة عن union of two ray، union of two ray. تمام، عندي two ray مع بعض. طب ال two ray ليهم the same point، يبقى the same point. حلو قوي. طيب بيقول لي ايه؟ ان الانجلز البوينت اللي between the two vertex، الجزء دي كده، دي اللي بسميها ايه يا شباب؟ بسميها انجلز، دي بسميها انجلز. طب والتو ري ده بسميهم السايدز اوف انجل، يبقى دي السايد بتاعت انجلز ودي السايدز اوف انجل. يبقى دي فين الانجلز بتاعتنا؟ دايما الانجلز اللي هي بتكون فين؟ بتكون between the two ray. طيب حاجه كمان بقى مهمه يا شباب، ان انا ازاي ببدا اعمل ريدنج للانجلز. عايزه
اعمل ريدنج للانجل. ببدا اقول ايه؟ والله عشان ابدا اعمل ريدنج للانجلز ببدا اقول ميجر اوف انجل بي اي سي، او ممكن اقراها زي شباب هقول ميجر اوف انجل اي سي اي بي اهو. يبقى لا اما اقول بي اي سي اور سي اي بي. هلاحظ من كده ايه يا شباب؟ هلاحظ من كده اني دايما دايما الليتر اللي في الميدلز ده هو ده بتاع الانجل. يبقى لازم لازم الانجلز بتاعتك بتكون الليتر بتاعها لازم يكون في الميدل. يبقى لا اما اقول له بي اي سي اور سي اي بي، تمام كده؟ يبقى لازم الليتر بتاعها يكون ايه؟ يكون في الميدل. طيب تعالوا ناخد مثلا حاجة تاني. لو انا عندي ادي ري تو ري اهو، اوكي، وجينا مثلا قلنا ان دي هنا اكس واي زد، then عايزة اجيب او عايزة اعمل ريدنج للانجلز اللي موجودة هنا، هقول ايه يا شباب؟ زد واي اكس يبقى زد واي اكس، بقول له هنا ميجر برافو اوف انجل زد واي اكس، اور ممكن اقراها ازاي تاني؟ اكس واي زد اكس واي زد، يبقى ميجر اوف انجلز اكس واي زد. يبقى في كلا الاحوال لازم يا شباب اني الميدل letter اللي موجود هنا لازم هو ده بتاع مين؟ بتاع الانجلز. اتفهمت الحتة دي يا شباب؟ ايوه يا ميس. حلو قوي. طيب ادي كده عرفنا، اتفقنا ال definition ده مهم عشان ده بيجي في الامتحان. اوكي نبقى عارفين. يبقى انا عندي الانجلز عبارة عن union of two ray with the same point and this point is called the vertex of angle. ال vertex of angle والتو sides او تو ray called اللي هو sides of angle. حلو قوي. طيب خدنا زمان كده يا شباب التايبس بتاعت الانجلز بتاعتنا. قلت ان انا عندي قبل ما ادخل للتايبس اوف انجلز خدنا في حاجه اسمها الميجرمنت اوف انجلز. ميجرمنت اوف انجلز عباره عن ايه؟ عباره عن ان الانجلز بتكون ببدا اشوف الديجري بتاعتها بتكون ايكوال كام. كنا بنجيب يا شباب زمان البرتريكتور بتاعتنا، ولو عندي انجلز معينه كنت بحط هنا في الميدلز عند الفيرتكس اللي موجوده عندي، وببدا اشوف النمبرز اللي موجوده هنا كده دي بسميها الديجري. بسميها ايه؟ الديجري اوف انجلز. فلما اكون عايزه اعرف الميجر اوف انجلز ال A B C فكنت ببدا امشي بالبرتريكتور بتاعتي كده لحد ما اوصل ده هنا عند ال 50 النمبرز. لو انا هعمل ميجر from right to left يبقى ببدأ أمشي في النمبرز الصغنطوطة هنا في البرتريكتور من 0 10 20 30 40 and so on. اوكي لو أنا هعمل من left to right يبقى ببدأ أمشي في النمبرز اللي هي اللي موجودة 0 10 20 30 40 and so on. طيب تعالوا نبص هنا، أنا هنا عندي الفيرتكس الموجودة بحطها يا شباب عند الميدل بوينت وببدأ أعمل إيه؟ والله خلاص انت حطيتها عند الميدل بوينت بتاعتك وابدا اطلع الديجري اللي موجوده عندنا. يبقى الميجر اوف ديجري اوف انجل بعبر عنه ايه يا شباب؟ بالديجري. بالديجري زي ما احنا مثلا كنت بقول اللينث بناخده بالسنتيمتر، الفوليوم كنا بناخده بالسنتيمتر كيوبيك، الاريا بالسنتيمتر سكوير، كذلك ان الانجلز بقول الميجرمنت بتاعتها بتكون بالديجري. ماشي حلو قوي. عندي كمان حاجة أو معلومة صغيرة خدناها قبل كده إن الون ديجري اللي سمول سيركل ده بسميها ديجري يا شباب، بقول إن الون ديجري إيكوال 60 سكند 60 مينت. يبقى الداش الصغنونة دي بسميها مينت، بسميها مينت. طب وعندي إن الون مينت بتكون فيها كام يا شباب؟ بتكون فيها 60 سكند. 60
سكند. يبقى انا دلوقتي عرفت يعني ايه انجل، عرفت يعني ايه الديجري بتاعت الانجل، وقلت ان انا الديجري هي الميجرمنت اوف انجل اللي انا بقيس بيها الانجلز بتاعتي. عرفت كمان يا شباب ان احنا عندنا ان ال 1 ديجري ايكوال 60 مينيت، 1 داش كده دي بال 60 مينيت، ان ال 1 مينيت ايكوال 60 سكند. حلو قوي. طيب تعالوا نشوف ايه اللي موجود تاني يا شباب. والله بيقول لي ان انت عندك بقى، ودي اهم حاجه عندي السنه دي او في الجزئيه دي يا شباب، اللي هي هاخد التايبس اوف انجلز according their measure. عايزه اعرف التايبس اوف انجل. احنا عندنا كام تايبس اوف انجل؟ حوالي 6 تايبس اوف انجلز. طيب خلينا ناخد الفيرست تايب اللي موجود عندي يا شباب. بيتكلم عن ايه الفيرست تايب اوف انجل؟ بيتكلم عن حاجه اسمها زيرو انجلز. ايه هي الزيرو انجلز دي؟ والله انا عندي هنا الانجلز بتاعتي هيكون اسمها ايه، ال A B C. يبقى الميجر اوف انجل هنا اسمها ال A، هنا اعمل علامة الانجلز ال A B C، تمام. او ممكن اقول الميجر اوف انجل B E، هنا C B A. طيب بيقول لي هنا هلاقي ان الانجلز او زيرو انجلز دي ايكوال زيرو، الميجر اوف انجلز هنا ايكوال زيرو. اه ده معناها ايه؟ معناها الاتس سايدز ار كونسيدنت. يعني ايه كونسيدنت؟ يعني كانهم فوق بعض بالظبط. الري بتاعنا يا شباب، احنا اتفقنا الري، انا الانجلز دايما بتكون بتوين الري. حلو قوي. انا عندي تو ري وبيكون عندي الانجلز. لا بيقول لك بقى في الجزئيه دي، لا في الجزئية دي ايه، اه في الجزئية دي بمسك التو ري دول وببدأ اعمل لهم ايه، بخليهم فوق بعض بالظبط. خلينا نمسح ده ونرسم واحد بلون مختلف. يبقى لو انا عندي التو ري فوق بعض بالظبط، يبقى ساعتها بتكون الانجلز بتاعتي بقول عليها زيرو انجل يا شباب. يبقى انا عندي ايه، ادي الري بتاعنا، وببدأ اقول ايه، والله انا عندي هاخد الري ده وابدأ انزله تحت كده. بصوا بقى فوق بعض بالظبط. هل في عندي ديستانس؟ لا ما فيهوش ديستانس اصلا، فبقى عندي تو ري فوق بعض بالظبط بقول عليهم كونسيدنت. يبقى ساعتها الانجلز اللي موجوده هنا الميجرمنت بتاعتها بتكون ايكوال كام يا شباب؟ بتكون ايكوال زيرو. اوكي يبقى الفيرست تايبس اوف انجلز اللي هي زيرو انجلز. زيرو انجلز ات مينز ان الميجرمنت اتس ميجرمنت ايكوال زيرو. يبقى الميجرمنت بتاعها يا شباب ايكوال زيرو، ما فيش انجلز موجوده هنا خالص. مش كده؟ طيب ادي اول او الفيرست تايب اوف زيرو انجل. طيب تعالوا ناخد السكند تايب يا شباب. السكند تايبس اوف انجلز بيتكلم عندي حاجه اسمها اكيوت انجل. اه اكيوت انجلز ده بيقول لك ايه؟ يقول لي والله انت عندك خلاص بدل ما بقى عندك التو راي بتوعك بقوا فوق بعض، لا هنا مسكتهم فتحتهم حاجه بسيطه. ادي لو انا عندي الراي بالشكل ده، يبقى هو بدل ما هو كان مفتوح كده اه فتحته حاجة بسيطة، فببدأ أقول إن الأنجلز اللي موجودة هنا دي اسمها acute angles. طيب دايما دايما الأكيوت أنجلز يا شباب بيكون الديجري بتاعتها more than zero. طبعا هي مش فوق بعض عشان أقول إن هي zero، دي أكبر من الزيرو، يبقى more than zero و less than 90 degree. يبقى دايما more than zero less than 90 degree. يبقى ال measurement of acute angle يا شباب more than zero و less than 90 degree. ايش كده؟ لازم احط علامة الديجري. اوكي يبقى احنا خدنا zero angle بيكون ال measurement equal zero، acute angle بيكون ال measurement بتاعتها يا شباب greater than zero و less than 90. حلو. عندي ايه كمان؟ والله بيقول لي ان احنا عندنا برضو ال third types. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي حاجه اسمها الرايت انجل تريانجل. رايت انجل اه رايت انجل بيكون التو لاينز بيربنديكولار، يعني واقفين قصاد بعض بالظبط. زي بالظبط ايه يا شباب؟ زي العماره بتاعتنا والشارع. العماره بتاعتنا بتبقى نازله مستقيمه ما بتكونش مايله، فبالتالي بقول عليها بيربنديكولار، يعني بتكون عامله لي رايت انجل. دايما دايما في الرايت انجل equal 90 degree. يبقى اي angles بيكون الميجرمنت بتاعها يا شباب 90، يبقى بقول عليها ايه؟ بقول عليها ان هي right angle، بقول عليها ان هي right angle.
حلو قوي. فبقى عندي دلوقتي زيرو انجل، الميجرمنت اوف زيرو انجلز اللي هي زيرو، عندي الاكيوت انجل بيكون الميجرمنت بتوين الزيرو وال90، عندي الرايت انجل بتكون 90 ديجري. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي الاوبتيوس، عندي الاوبتيوس انجل. الاوبتيوس انجلز هنا بيقول لي ايه يا شباب؟ والله الاوبتيوس انجل لو انا جيت فتحت التوري شويه كده، الاقي ان الميجرمنت بتاعت الاوبتيوس انجل يا شباب بتكون greater than 90 و less than 180. يبقى دايما اوبتيوس greater than 90 و less than 180. حلو؟ طيب حلو جدا. عندي بعد كده يا شباب اللي هي اسمها الستريت انجل. ستريت انجل، اوكي، قبل ما ادخل هنا، الستريت انجل عباره عن ايه؟ عباره عن الانجلز زي ما كنت قلت في عندي زيرو انجل، لا ده انا جيت بدل ما اخليهم التو راي بيكونوا كونسيدنت فوق بعض على طول، لا ده انا فردتها خالص فبقيتهم الاثنين اون ذا سيم ستريت لاين. فساعتها بقول ان الانجلز اللي عندي هنا يا شباب ايكوال 180، equal 180. يبقى ادي الانجلز اللي موجوده، كل الانجلز دي احنا درسناها قبل كده. زيرو بيكون الميجرمنت بتاعتها ايكوال زيرو، اكيوت بتكون مور ذان زيرو ليس ذان 90، رايت بتكون ايكوال 90، اوبتيوس جريتر ذان 90 ليس ذان اند ليس ذان 180، اند لاست وان اللي هي ستريت انجلز اللي هي بتكون دايما اون ذا سيم ستريت لاين، فبيكون الانجلز بتاعت الميجرمنت بتاعها ايكوال 180. لحد كده يا شباب مفهوم؟ ها أيوة يا مس، حلو قوي. طيب تعالوا نشوف الجزئيه اللي بعد. الحاجه الجديده اللي عندنا السنه دي هي الجزئيه دي، هي حاجه اسمها ريفلكس انجل. ريفلكس انجلز عباره عن ايه؟ ده عباره عن انجلز لما بكون جايبه تو راي بس باجي ارجع الراي لورا اكتر، ما بيكونش اون ذا سيم ستريت لاين، لا بيكون راجع لورا اكتر، فببدا اقول ان الريفلكس انجل بيكون الميجرمنت بتاعتها دايما between 180 و less than 360، يبقى greater than 180 و less than 160. يبقى انا كده يا شباب بقول دوت اسمها ايه؟ ده reflex angle. يبقى reflex angle عبارة عن measure of angles، هنا بتكون ال measure of it بتكون between 180 و 360. اوكي، يبقى دول الثيرد انجلز اللي موجودة عندي. طيب بيجي ازاي الكويتشنز اللي عندنا؟ بيجي ازاي الكويتشنز بقى؟ بيبدأ يقول لي، يجيب لك شوية انجلز كده ويبدأ يقول لك determine the kind of angles او the types of angle، وتبدأ according للميجر اللي موجود عندي اذا كنت هقول لها right او angle. يبقى zero هقول zero angle، between zero and 90 acute angle equal 90 degree هتبقى equal right، obtuse between ال 90 و 180، 180 بالظبط يبقى straight، هنا greater than 100 less than 360 بقول عليها reflex angle. طيب تعالوا كده نبدأ نحل الكويتشنز اللي موجود. ماشي، خلينا نبدأ هنا. بيقول لي complete the following table، مديني النمبرز اللي عندنا هنا وانا المفروض هبدأ اقول ال types of angle. ماشي يلا يا عمر، question number one، هو مديني ال measure of angles ال A B C 45. طالما ال measure of angle 45 يبقى ال types of each angles هيكون نوعها ايه؟ نعم بس 45 أدب ها 45 يعني greater than 0 و less than 90، أيوة عارف هتكون نعم هيكون نوعها ايه؟ احنا خدنا الزيرو، خدنا قول النيم بتاعتها، النيم بتاعتها ماشي هيكون ايه بقى؟
هل هي اكيوت كوتي؟ انجل برافو عليك، يبقى دي اكيوت. اكيوت. يبقى دي اكيوت، هو مجرد بس عايز النيم بتاعها. طيب برافو عليك يا عم. ماشي اللي بعدها، يلا يا بتول. 180، فتح المايك عندك يا بتول. So my name is 180. اه Okay, ثانية. خدنا زيرو انجل، خدنا اكيوت انجل، خدنا رايت وي اوكيوت واوكيوت انجل، خدنا ستريت لاين، وخدنا ريفلكس. طيب 180 هتكون أكيوت. لا الاكيوت بتكون الميجرمنت بتاعتها بين الزيرو والناين. طيب هتكون اسمها ايه؟ بصي عشان نسهلها عليكي، تعالي كده نشوف الجزئية اللي موجودة عندنا. ماشي قبل ما ادخل على دي، اوكي ماشي. بصي كده انا عندي هنا ايه، بقول هنا بتقول ان الزيرو دايما بتكون ايكوال زيرو، الاكيوت بتكون بين الزيرو والناينت، الرايت ايكوال ناينتي بالظبط. اوكي طب الاوبتيوس بين ال 90 و 180، الستريت ايكوال 180 بالظبط، الريفركس بتكون بين 180 و 306. يبقى بصي رايت والاوبتيك والستريت والزيرو بيكون ليهم ميجرمنت محدده، الزيرو بتكون ايكوال زيرو، الرايت 90، الستريت انجل بتكون 180. طب لو كانت بين الزيرو والناين و90 يبقى اقول اكيوت، لو كانت بين 90 و 180 يبقى اقول اوبتيوس، لو كانت بين يبقى أبطل، 180 و 360 يبقى اقول ريفلكس. بصي يبقى ريفلكس. يبقى هنا مديني هنا الميجرمنت عندي كام؟ 180، يبقى نوعها ايه؟ هتكون ستريت ستريت. ستريت انجل. برافو عليك، يبقى هنا دي هتكون ستريت انجل. حلو قوي، يبقى دي ستريت انجل. اللي بعديها 200، يا لالوج. يبقى احنا قلنا دي اكيوت ودي ستريت انجل. يا لالوج اللي بعديها 200، ريفلكس ان برافو عليك، يبقى دي ريفلكس انجل. حلو اللي بعديها اوباي 150، يلا يا أبي افتح المايك عندك. يا أبي يلا اللي بعديها 150، هيكون نحن ايه؟150 هل هي هتكون اكيوت ولا زيرو ولا رايت اوبتيوس ستريت اور ريفلكس؟ الناين رايت انجل صح؟ الناين رايت انجل. بروف ماشي، هنا دي اكبر من الناينتي وليس ذان 180، يبقى نوعها ايه؟ اوبتيوس. يبقى دي هتكون اوبتيوس عندي هنا يا بني. يبقى لما الاقي يا شباب الديجري بتاعتي greater than 90 less than 180 يبقى بقول عليها اوبتيوس، يبقى دي هتكون ايه؟ اوبتيوس. اللي بعديها لسه قلتها لي يا بني، اللي هي هتبقى 90 بتكون رايت، يبقى 90 بالظبط بتكون رايت. لازم 90 بالظبط يا شباب. طب لو كانت عندي 91، لا ما بتكونش رايت. طب لو كانت عندي 89
يبقى كل الوقت لازم 90 بالظبط. طب تعال نشوف اللي بعديها 94 degree و10 minutes، بقولها كده 94 degree و10 minutes، دي هتكون نوعها ايه هنا يا عمر؟ اسم 94 degree و10 minutes. يعني أكتر من 90 اكتر من 90 بالظبط، يعني نوعها طب نوعها ايه يا عمر؟ افتح المايك. أوبتيوس. بالظبط كده، برافو عليك، اوبتيوس. طيب تعالوا بصوا الكويتشنس ده يا شباب، بيقول لي ايه؟ انا عندي 89 ديجري و61 مينت. طيب ال1 ديجري لسه قايله من شويه، 1 ديجري ايكوال 60 مينت، حلو. يبقى هعمل ايه؟ والله دي 60 مينت، هاخدها وازودها ب1 على مين؟ على ال89. يبقى 61 دي كلها ب1 minute ب1 degree، هزودها على ال89، يبقى هتطلع معايا كام؟ ايه هتطلع معايا 9 degree و1 minute. اه ده انا عندي 1 degree 90 degree و1 minute، لان انا خدت ال 60 لاني قلت ان ال 1 degree equal 60، خدت ال 1 هنا وزودتها 90. طيب لو ما كانش ال 1 ده موجود كنت قلت عليها رايت، طب الوان ده موجود هقول عليها ايه؟ هقول عليها اكيد سوري اوبتيوس، لان هي اكبر من ال90، مش 90 بالظبط، دي 91 مينت، يبقى دي بسميها اوبتيوس. طب طب دي لو كانت 60 بس ما فيش ال1، اه ده انا عندي 60 بس، ال60 يعني ب1 ديجري هزودها على ال81 هتبقى 90، يبقى ساعتها بقول عليها رايت انجل، طالما هنا مش هزودها في عندي 1 minute يبقى ساعتها بقول عليها ايه؟ اوبتيوس. اتفهم السؤال ده والجزئية دي؟